عودة لحضراتكم مرة أخرى، وبنكمل فقراتنا على الهواء مباشرة، واللي خصصناها النهاردة الحديث عن الملك عبد الله بن عبد العزيز، هذه الشخصية المؤثرة والتي لقبت بحكيم العرب، ولما كمان لقبوه بلقب ملك الإنسانية رفض هذا اللقب وقال الملك هو الله سبحانه وتعالى وأنا خادم للإنسانية ولست ملكا له. حول أبرز مواقف هذا الملك وحول شخصيته وتعامله مع العالم أجمع هتدور الفقرة القادمة اللي بيقول فيها أنه فعلا كان شخصية ساهم بقدر كبير جدا في تعليم الناس الإسلام الوسطي. هو أول من زار الفاتيكان والتقى بالبابا بندكت وأطلق حوار الأديان، والحقيقة كان له إسهامات كبيرة جدا في هذا المجال، غير إسهاماته في مساعدة كل الدول العربية وكل الدول المنكوبة. دي جوانب إنسانية ممكن ما نعرفهاش كتير عن الملك عبد الله. النهاردة هنتكلم عن شخصيته وعن حكمته وعن مواقفه بصحبة ضيفتنا النهاردة السفيرة هاجر الإسلامبولي، وهي مساعد وزير الخارجية الأسبق. بنرحب بيها، أهلا بحضرتك معنا. أهلا بحضرتك سفيرة، منورانا النهاردة في مصر جميلة. وزي ما بنقول إن شخصية الملك عبد الله رحمة الله عليه كانت واضحة من خلال المواقف اللي قام بيها. لقب بحكيم العرب زي ما احنا كلنا عارفين، اخذ الشخصيه السادسه اكثر شخصيه تاثيرا على مستوى العالم عام 2011 من خلال مجله فورس الامريكيه. كل ده نتاج الاعمال اللي قام بيها. لو كلمت حضرتك على مجال العلاقات الخارجيه، ابرز المواقف اللي قام بيها الملك عبد الله وبتدلل على يعني هذه الالقاب جميعا. والله طبعا احنا بنعزي الشعب السعودي كله وبنعزي الامه العربيه في فقيد العالم العربي، وبنعزي السفير السعودي في القاهره طبعا، وزي ما انتم شايفين الشعب المصري كله شايف انه الملك عبد الله كان له دور مؤثر في النطاق العربي وفي مصر وفي كل العالم، وده بيتفق مع الحقيقه، يتفق مع الحقيقة في مجال العلاقات الخارجية. بما أنكم بقى أثرتوا موضوع العلاقات الخارجية، فكان له مبادرات قوية وشجاعة منذ تولى الحكم، والحقيقة أنه هذه المبادرات مش بس كانت على الصعيد الخارجي إنما كانت على الصعيد الداخلي. بدأ يرتب أوضاع المملكة من ناحية إنشاء هيئة مثلا للبيعة علشان التسلسل السلطة في السعودية يبقى واضح قدام الشعب وقدام العالم كمان، لأنه ده بيدي نوع من الاستقرار مين القادم بعد اللي موجود، ودي حاجة مهمة جدا في العلاقات الدولية إنه النظام السياسي القائم في الدولة يبقى معروف متوقع توجهاته ماشية في أي اتجاه. وده أفتكر الملك عبد الله رحمه الله عمل العملية دي، ودي كانت عملية مش سهلة. كمان على الصعيد الداخلي عمل تغييرات داخلية في بنيان المجتمع السعودي بفتح المجال أمام المرأة، وأفتكر اتكلمته في الموضوع ده قبل كده، في تطوير المجتمع، في وضع رؤية للسعودية في 2020 تبقى قائمة على المعرفة، يعني المجتمع السعودي يبقى مجتمع معرفة، ودي لغة العالم. لغة العالم بقى هننقل من كده للعالم الخارجي، هنجد انه يعني اخذ مواقف كتيرة في مجالات مختلفة، سواء في المجال العربي على المستوى الإقليمي العالم الإسلامي أو فيما يتعلق بالعالم الخارجي. أولاً أول من بادر بالحديث عن الحوار بين الثقافات وأنشأ فعلاً هيئة أو مركز مشروع للحوار فيما بين الأديان، راح زار الفاتيكان ويعني أصل للفكر إنه الفكر الإسلامي لا يصطدم بالفكر العالمي أو فكر الأديان الأخرى، وده في صميم الدين بتاعنا. إدراكه لحقيقة الإسلام هو اللي كان وراء المبادرات المختلفة، مبادرة مهمة جدا على المستوى العربي والمستوى العالمي هي مبادرة السلام العربية، لأنه هو اللي طرح أول مبادئ يعني مبادرة متكاملة لتسوية الصراع العربي الإسرائيلي والفلسطيني الإسرائيلي تسوية نهائية، يعني القضاء بالكامل على جذور الشقاق اللي موجود في المنطقة واللي بيؤدي لتدهور الأوضاع فيها، بيؤدي إلى حركات إرهابية
بتتخذ من الموضوع ذريعة إلى ارتكاب جرائم ضد المسلمين مش ضد الإسرائيليين. في الحكاية دي وفي العلاقات الفلسطينية مع كيان الصهيوني ودورة تسوية المشكلة في المنطقة برضو تفضلي عارفين الشمس جامدة شوية معلش يعني في نفس النقطة برضو كان له جانب آخر جانب اقتصادي دعم الفلسطينيين اقتصاديا بشكل كبير جدا عايزين نتكلم عنه ودعم اللاجئين ليس فقط اللاجئين الفلسطينيين لكن أيضا دعم اللاجئين السوريين في كل البلاد يعني ده على مستوى قضايا أخرى فهو له دور أيضا في الدعم الاقتصادي لكل المشاكل العربية هو الحقيقة له دور قوي جدا في النواحي الاقتصادية والمالية أولا في خلال عهده انضمت السعودية لمجموعة العشرين وهي مجموعة مالية عالمية اللي هي أكبر دول في هذا المضمار وبالتالي أصبح يحتل موقع رئيسي في القرار الدولي بالنسبة لعمليات التمويل والسياسات المالية الدولية من هنا دخلت السعودية كدولة عربية وده طبعا مؤثر مش بس على المنطقة إنما على العالم فيما يتعلق بموضوعات الإغاثة الإنسانية ودعم الشعوب العربية اللي بتمر بأزمات كبيرة من ضمنها الفلسطينيين كان هناك مشروعات كتيرة لإعادة البناء بعد التدمير اللي بيحصل من الهجمات الإسرائيلية وبعدين ما ننساش إن السعودية نفسها قبل والملك عبد الله قبل وكان ولي العهد كان في المبادرة السعودية اللي هي الأمير الملك فهد وقتها إلى أنه منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي الوحيد وده موقف تبنته الدول العربية طبعا الظروف اللي بتعيشها المنطقة الآن ترتب عليها مآسي خطيرة اللاجئين السوريين التهدم اللي حصل في سوريا اللاجئين العراقيين اللي بيحصل في اليمن كل هذه الموضوعات كانت تحت عينه لأنه هو بيعملها كعائل السعودية إنما في نفس الوقت إحساسه الإنساني عالي جدا بالتضامن العربي والإسلامي فأعتقد ده اللي كان وراء دعمه لكل هذه الكوارث اللي بنقابلها لا دي كوارث صحيح لأنه موضوع خطير جدا في المنطقة ولهذا كان دعمه بقى لمصر لما انتفضت مصر على ما كان يرسم لها وبالتالي كان مساندته لمصر بقى وأعتقد الجميع تحدث عنها بقوة شديدة يعني أفتكر من ضمن اللي اتقال إنه لما مر في سماء القاهرة وهو راجع من نقاهة وعملية شديدة التقى بالرئيس السيسي وكان لسه منتخب حديث فالرئيس السيسي بيرحب بحكيم العرب فقال له أنا برحب برئيس أكبر دولة عربية في العالم الحقيقة هو كان يعلم جيدا وكان بيعلن عن هذا أن مصر هي رمادة المزان للأمة العربية وأن التواجد المصري والكيان المصري لابد من الحفاظ عليه وأعتقد أن ده الحقيقة يعني أسرة الملك عبد العزيز تحديدا يعني تعرف وتدرك ده تماما وعلى هذا الأساس كان المسيرة المتواصلة لملوك السعودية وخدام الحرمين الحقيقة أنا عايزة أتوقف كمان عن ارتباط الملك عبد الله بن عبد العزيز رحمة الله عليه بالشعب السعودي لأن دايما قيمة الإنسان بتظهر مع مجتمعه إذا يعني كان هو قادر إن هو يحقق التنمية في دولته فيكون قادر على نشر التنمية في الوطن العربي زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي ملك عبد الله كان يعلم قدر المرأة وهو من تم تعيين المرأة في عهده بالعديد من المناصب التي لم تتولاها قبل ذلك فتح التعليم أول جامعة تكون متكاملة للبنات وللفتيات كانت في عهد الملك عبد العزيز التوسعات اللي موجودة في المملكة العربية السعودية وليس في منطقة الحرم فقط لأن الحقيقة يعني كل اللي يروح السعودية يدرك أنها يعاد بنائها بشكل مخطط وبشكل علمي وبشكل متقدم جدا رؤية حضرتك لهذه الشخصية الزعامية في الوطن العربي وفي المملكة العربية السعودية يعني هو واضح انه انسان كان مرتكز على العلم والدراسة
يعني ما كانتش النقلات اللي عملها دي نقلات عشوائية في المجتمع السعودي، وإنما كانت مبنية على تصور. احنا بدأنا كلامنا بأنه عايز السعودية في 2020 تبقى مجتمع المعرفة. مجتمع المعرفة يعني التطور، الحديث، التعليم، الثقافة، الرؤية الواسعة، الاندماج في العالم مش الابتعاد عن العالم. كل هذه كانت مسائل في الرؤية اللي وضعها على الورق. طبعا هذه الرؤية ارتبطت بقى ببنية أساسية قوية جدا في السعودية لربط مناطق، لأن السعودية قارة كبيرة، ربطها بوسائل الاتصال الحديث، ربطها بشبكة من المترو الأنفاق وما إلى ذلك. يعني في لمسات له على أرض الواقع، طبعا بالإضافة للتوسعات اللي احنا شايفينها في الحرم اللي لا تطيقها عين يعني، ومشروع هيستمر سنوات سواء في الحرم المكي أو في المدينة. دي كلها موضوعات بتبين انه عايز السعودية والمنطقة العربية تحتل مكانتها المطلوبة في العالم. عشان تحتل هذه المكانة المطلوبة هنرجع تاني ونقول للمرأة بقى، بما اننا بنمثل المرأة بالتلاتة دلوقتي. فطبعا انه المرأة عشان تطوري اي مجتمع لازم تطوري المرأة. صحيح. وعشان تعملي تنمية اقتصادية في المجتمع لازم تاخدي المرأة، وعشان تعملي تعليم متطور لازم تاخدي المرأة، عشان تعملي نظام سياسي راسخ لازم تاخدي المرأة، لأن المرأة هي دايما عنوان الاستقرار، عنوان البيت، عنوان الهدوء والمعرفة. احنا للأسف الدول العربية بيتراجع دورها في المؤشرات العالمية نتيجة لأوضاع المرأة فيها، على مع انه الاسلام هو الذي حرر المراه. فتصوري احنا النهارده كمجتمعات اسلاميه بندافع عن المراه، وده طبعا وضع يعني ما كان صعب قوي، واعتقد هو كان مدرك. هو اول من ادخلها المجلس الشورى في الوقت اللي مثلا بعض الاحزاب اللي كان في من سنتين كانت بتتناقش دخلها ولا ممكن تحكم ولا مش ممكن تحكم، والاهليه بتاعت المراه، في حين انه يعني اعظم ملك لبلد اسلامي اللي فيها الحرم الشريف يعني ادخل المراه الى مجلس الشورى بالفعل. ما هو ده بيبين انه القياده لابد انها تاخد خطوات جريئه لتطوير المجتمع. يعني هو طبعا كان بيواجه مصاعب جمع في المجتمع التقليدي السعودي، لكن لابد من التطور والتحديث، فهو أدرك هذه المهمة، وأعتقد دي كانت شعاره. وبالتالي هتشوفي التطور في السعودية من سنة للتانية، السعودية بقى شكلها مختلف. صحيح. مختلف من حيث القوة والمعرفة والبنيان، المباني نفسها، التخطيط. يعني انا كان ليا شرف ان انا كنت موجوده في السعوديه، انا حسيت ان يعني كنت قبليها بفتره مثلا بعشر سنين هناك. لا انا حسيت ان في اختلاف بلد ثانيه، اختلاف بلد كامل تانية. اعاده اعمار واعاده تخطيط علمي هندسي، يعني ان كان بيدل على شيء بيدل على ان بالفعل الاراده السياسيه زي ما حضرتك تفضلتي وقلت بتخطط بشكل ممنهج لتكون هذه الدوله بالقيمه التي تستحقها بشكل كبير، وده كان واضح من قرارات الملك او خادم الحرمين الشريفين كما كان يحب دائما ان يلقب الملك عبد الله. دي حقيقه، يعني كلنا شفنا الجنازه قد ايه بسيطه. صحيح. قد ايه بسيطه جدا، كأي شخص عادي. كان بيقول هو حتى شخص بكاء يعني من شدة تأثره بكل الناس وحالاتهم الإنسانية، وان هو كان فتح ديوان الملك اللي تلقي الشكاوى. الملك عبد الله كان له كمان مواقف في محاربة الإرهاب، وحضرتك عارفة في مجتمعات إسلامية المفاهيم بتختلط، حتى لما الرئيس السيسي قال أنا عايز ثورة دينية قامت الدنيا ولم تقعد. لكن الملك عبد الله في هذا المجتمع المحافظ استطاع ان هو يعني يسوق لفكرة محاربة الإرهاب ومكافحة الإرهاب بدري جدا، واستطاع ان هو فعلا يقنع بها السعوديين ويقنع بها الشعوب الإسلامية. والله أنا هنا عايزة أقول حاجة سمعتها من الشيخ كريمة، كان بيتكلم على التلفزيون وقال إنه أبرز ما حققه ملك السعودية هو السماح بإنه المذاهب الأربعة تبقى الفقهية. هم كانوا بيعتمدوا على مذهب ابن حنبل، بس لما هو أصر وفتح المجال قدام المذاهب الأربعة، يعني الشافعية والمالكية، مش بس ابن حنبل اللي هو التيار المتشدد، وده كانت هزة أو تغيير جامد في فقه العلماء السعوديين، إنه ما فيش تركيز بس على الفكر الحنبلي والوهابي. دي من ناحية الفقهية.
كونه يجرؤ على فعل هذا يعني كان عارف ان المجتمع السعودي محتاج هذه الهزة الكبيرة. ومن هنا بقى يجي دعمه للأزهر، لمشيخة الأزهر، لانه استنى نفس سنة الأزهر وهي تدريس والاعتداد بالمذاهب الأربعة، مش مذهب واحد بس. صحيح. دي مسألة مهمة جدا، لان دي بتدخل في قلب المجتمع السعودي، المجتمع السعودي التقليدي اللي هو الحداثة بعيد عنه، البداوة اللي موجودة. معنى كده انه المسألة كانت بالنسبة له واضحة من اول ما جه في الحكم كملك، ده كان اول حاجة عملها، وهو ده اللي ادى للتطورات اللي احنا شايفينها في المجتمع السعودي وانفتاح المجتمع السعودي. وهو كان مدرك انها النافذه التي سوف يحاول المتطرفون والارهابيون التسلل من خلالها، فاغلق بالزبط عليهم بالزبط هذه النافذه بالزبط بشكل كبير جدا، وده كان واضح حتى من قراراته باعلان جماعه الاخوان جماعه ارهابيه وخلافه. رحمه الله عليه كان ليه بصمه واضحه في كل المجالات، سواء للشعب والمجتمع السعودي او الشعب العربي والمجتمع العربي. احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذا اللقاء، سيادة السفيرة هاجر الاسلامبولي، على تواصلك معنا النهارده، وبنقدم طبعا كلنا خالص العزاء للشعب السعودي. طبعا احنا بشارككم في تقديم التعزية للشعب السعودي كله والأمة العربية كلها، وإحساس المجتمع العربي أن هناك مصاب جلل يتغمده الله بواسع رحمته إن شاء الله على عطائه لأمته. أمين إن شاء الله. وحتكون آخر فقرة معانا أعزائي المشاهدين عن بساطة مراسم جنازة الملك عبدالله، وده من صميم الإسلام وروح الإسلام اللي هو عاش بيحاول ينشر وسطية الإسلام، وبعد وفاته كان ملوش أي مطلب غير أنه الدعاء لي، فندعو ليه كلنا بالمغفرة والرحمة إن شاء الله. ونستقبل معا الدكتور محمود مهدي، عالم من علماء الأزهر، لنتحدث عن وسطية الإسلام وبساطته حتى في مراسم الجنازة للملوك بعد فصل.